طيب الشرطة من طلعت لقطة بالتلفزيون كأنه خيروه أنه يلبس قناع أو ما نعم يلبس. نعم وكان هذه شغلة شوف هاي شغلة تاريخية لو أنت رجل تاريخي يمكن دكتور بالتاريخ هاي القضية تاريخية يعني من تاريخ القديم كثير من الناس بالإعدامات تعرف واحد ينهار أو واحد ما ينهار يعني نعم. يعني قاري تاريخ شنو تأثير كثير. القناع هو يعني أعتقد هو يصوره إهانة يعني إنه يخلي هو القناع دلالته أنت قاضي شنو دلالة وضع القناع في الرأس أو عدم وضعه ما أعرف أنا كقاضي بس أعرف يجي على مود بالنسبة للحبل حتى لا يذبح أتصور أي شيء لا الحبل خلوه لهذا لا هو ما ما هو ما فاده بعدين القناع الهدف منه حتى يشوف مو حتى اللي يخنقه يعني المهم يعني هيك في تصور الشخص اللي كابر أو اللي يصنع بطولة قالوا له خلي قناع الشرطة ما رفض هو قال لهم لا يعني أتصور هو رجل هو يقرأ التاريخ كان يعني هو فأتصور كان يمثل دور عبد الكريم قاسم بالتسعة شباط من صعد وقعت عينه على الحبل لو أول ما طب الغرفة شاف الحبل لا الحبل كان موجود أول ما شاف أول ما كليتنا شفناه اللفاف وافق عليه أيوة وافق على اللفاف هم سألوه قالوا أي يعني ما قال ما خلي برأسي يعني فخلوه اللفاف دار مدار رقبته طيب أكو قضية شفناها أيضا اللي العشماويين إذا صح التعبير نعم. اللي سحبوه إلى أو اقتادوه نعم. إلى المشنقة المقصلة كانوا ملثمين طيب أنتوا كنتوا مجموعة كلكم من الوسط السياسي من النخبة السياسية الحاكمة خلينا نقول طيب ليش ذولا ملثمين والله أنا يعني هم مو بشارة حتى ملثمين يكونون يعني لأول مرة ربما بالتاريخ الذي يعدم مكشوف الوجه والجلاد ملثم لا صاير يعني يمكن يعني شايف أفلام شايف الأفلام بالتاريخ بالعصور الوسطى وغيرها وكذا ليش يتلثمون بالعصور الوسطى ما أعرف على ما أعرف يعني بالضبط بس أتصور الوضع الأمني يعني هم الشرطة يخافون من الوضع الأمني أتصور ذاك الوقت أكو اغتيالات وين العصور الوسطى ما أعرف يعني بالضبط بس بالنسبة للجماعة اللي كانوا أتصوروا على مود الوضع الأمني على مود الوضع الأمني طبعاً إن كان الناس تصور يعني فأكيد حتى يعني حقهم يعني شو وقت قلتوا له الشاهد هو أنت قلت له الشاهد لا يعني جواتش أنت وفوق ما قلت له أنت هو واحد الشاهد إيه هو الشاهد قال أشهد أن لا إله مرتين شو وقت قال الثانية من قبل ما يخلون الحبل يعني نهائيا يعني يوقع الثانية وقع ما كمل محمد رسول يعني ما قلتوا له أنتم لا هو الشاهد هذا الحبل اللي شفته أنت فعلا هو إلى قالوا طوله كذا بدلالة بطوله جايبي مصنوع من كذا لو حبل عادي لو ما عندك فكرة عنه لا ما عندي فكرة أبدا ما بس قالوا حبل نظام الحبل الإنجليزي اللي يكسر العظم رأسا يموت يرتاح به وأني فعلا شفته من وقع رأسا مات يعني أبد ما رفس يعني حتى رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي قال إنه حبل اشتروه من الشورجة والله جعفر الموسوي يعرف جعفر الموسوي قاعد بالحج مش مدري اشتروه من الشورجة ولا اشتروه من خاف اشتروه من الحج من هناك يعني ما أدري جعفر الموسوي واي يصرح لا قال ما عنده أي علم جعفر الموسوي كان بالحج الرجل يعني صحيح طوله كذا متر وكان يعني حبل طويل لأنه مكان عالي حبل طويل مكان هذا الحبل مستخدم قبل ولا ما مستخدم ما أعتقد ما أتصور يعني دشن بإعدام صدام حسن. أعتقد بس هو قلت لك هي مكان إعدام هو مقر يعني هو كان مكان يعدمون بالمحكومين منو أصدر الإعاز للمسؤول عن سحب العتلة عتلة تسحب أي الشرطة من فوق هم وحدهم إيه بدون إعاز إيه يعني شيء لا بس عادة اللي يعدم أكو رجل دين مثلاً نسمع إحنا يعني يقرأ له الشهادة أو يلقنه أو كذا هاي ليش ما صار؟ أنا طلبت شهادة يعني أنا قلت له طلبت شهادة قلت له أنا ما أكو رجل دين فإذا تحب وصية بناتك عائلتك أوصلها بأمانة هذا اللي صار. المن قال القرآن سلموا البدر. منقذ الفرعون المدعي العام قال له القرآن من تسلمه. قال سلم البدر بن عوان إلى أن دخل القرآن بيده إيه إلى أن وصل غرفة المشنقة سلمه من دي يشدون إيده لورا فمن دي يشدون إيده لورا طال القرآن المنقذ الفرعون منقذ الطاهية فعلا طال بدر أي نعم الطاهية منو قال يا أخوان ما يصير الرجل في حالة إعدام منقذ الفرعون اللي هو بعدين هوس منصور يا شيعة حيدر والله شنو والله صورة طلعت هي أي هاي شفته يعني انت بعد شطري ايه يعني هو نفس اللي اي يعني هذه طيب يقال انه سامي العسكري صرح قال
صدام حسين فارق الحياة فورا تنفيذ حكم الإعدام به. اي ما رفش انا قلت لك مات رأسا. واني يعني شلون تفسرها انت؟ ما اعرف يعني انا يعني شنو مات رأسا؟ والله ما رفش يعني انا رجل اول ما شفته اول ما وقع رأسا شو رقبته وشفته الرجل قلت لا انتهى لا حرك رجله لا حرك كل شيء. يعني موت سهل كان؟ اي تعتقد موت سهل؟ اي انا يعني اتصوري مات فوق عندي نظريه شلون فوق يعني؟ يعني مات فوق يعني مات قبل ان يعني مو بسبب الحبل مات؟ يجوز مات بسلسة قلبية جايز خوفا لو شنو لو ما اعرف خوفا مو خوفا اني يعني ما ادري ما اقدر اقول الرجال قايم اني اعتقد لان هو ما رفس نهائيا يعني شنو الفكره ما اعرف. طيب يقال انه ما يعني مورست يعني احدهم قال مورست معه ممارسات يندى لها الجبين بعد اعدامه. يعني شنو سوى له؟ ما اعرف ابدا كل شيء ما سوى له وقع بالقاع وفحص الطبيب وسوينا التقرير انا سويت المحضر مال تنفيذ الحكم الاعدام مورست يعني سوى له يعني بس من دفن بالكفن انا اكو دم يدل لرجلين اي ذبح يا اخي منا منطقه هذا ما يوصل لرجلين الدم يوصل لراس الشارع لا احنا شفناها اكو حاله يعني جرح موجود بس الجرح اي جرح حبيبي منطقه اخوي انا اشلع سني 4 كيلوات دم اذن اذا واحد من رقبته ينزلوا حبيبي يسحب للكبرات طبعا يوصل راس الشارع اكيد يوصل للرجلين. طيب بعد ما تنفذ الحكم شنو الاجراء اللي صار؟ فحص الطبيب ايه؟ وانا كتبت المحضر وقعنا عليه اني وجعفر الموسوي العفو منقذ الفرعون ومدير مكتب المالكي والطبيب ومدير سجن حماية القصبة. وين قرروا ياخذوه؟ اكو انتم كنتم مخططين بعد الاعدام وين تودوه؟ طبعا اكو قرار؟ اي يعني الحكومه اخذناه بال احد الطيارات الهليكوبتر شالوه 4 من الجماعه اللي ال 14 اخذوه بالطياره انا قلت لهم ما اصعد بالطياره يصير يعني وصار تحت الارجل وكذا اكيد يصير تحت الارجل وين يخلوه يعني يا طياره. وانت ما قبلت لانه حتى ليش تحت رجلك؟ يعني يعني رجل ميت وكذا يعني بس يقال نقل عنك انه انت بالطائره قاري ماخذ له نعم استخاره صحيح يقولون صح بالقران اي فشنو ال لا أنا شوف أنا كنت بالمعتقل أيام زمان أحد رجال الدين من البصرة الله يذكره بالخير يمكن اسمه موسى مسيب وكيل السيد الخوئي علمنا نأخذ خيره بالقرآن نفتح القرآن نقرأ ونقلب 6 صفحات والسابعة فست أسطور فتطلع فأني فتحت القرآن قلت له المنقذ الفرعون طيب يا خلي أخذ خيره صدام حسين فأخذت له خيره طلعت سورة هود آية 98 وبئس الورد المورود نعم وانت شو اقتنعت وحت لك الآية يعني يروح شو يسمونه فوق يعني كنت بقناعة يعني وهاي الآية طيب ليش نقل للمنطقة الخضراء لعد وين يودوا يعني شنو فكرك وين يعني كان ودو؟ مثلا ممكن يبقى بالسجن بس شلون بالسجن السجن بيه ثلاجة بيه شنو بيه ودوه طيارة وديناه ونزلناه بس ليش خلوه ثلاجة بالمنطقة الخضراء ما حطوه بالأسعاف مو ثلاجة أسعاف يعني إلا أن يستلموا أهله مو باردة يعني سيارة عادية. الجو شان بارد. أخذوا البيت المالكي؟ لا مو بيت المالكي بصف بيت المالكي سيارة أسعاف. ظل باردة. شنو بصف مكتب بيت شنو؟ بسيارة الأسعاف. بالشارع؟ يعني قريب المكتب بصف مجاورة أكو منطقة بيته يصير على الشط فيصير قبال الشط. وإجوا ألقوا نظرة علي السياسيين؟ أنا ما رحت والله صراحة. لا أنت ما رحت الآخرين ألقوا نظرة علي شافوه يعني؟ ما أنا ما أعرف من راح. بس المالكي إجا شافه؟ ما ادري بس انا شفت منقذ الفرعون يعني شفته بالفيلم يعني شفنا فتح وراه وشافه وشفت منقذ فتح الوجه شافه اي شفناه بالصوره في الفيلم شايفه يعني زين هاي الهزوجه مال منصور يا شيعه حيدر وين صارت؟ صارت باب بيت المالكي المكتب مالكي والمالكي موجود؟ لا مو موجود ما مكان موجود لا انا مش لا موجود. مو برا ربما بيته موجود يعني اي موجود برا وين يكون؟ اي طبعا وبس انتهت العمليه نفذت 6:10 خلصنا و 6:30 رجعنا يمكن للمنطقة الخضراء وصلنا ثلث ساعة ثلث ساعة ايش قد بقى بالاسعاف؟ والله عدة ساعات الى ان جه السلمة نائب محافظ صلاح الدين وشيخ عشيرته اجوا طلبوا من الحكومة والحكومة وافقت على طول السلمة بهاي الفترة اللي نفذوا الاحكام راحوا لو بقوا يتفرجون عليه منو اللي نفذ الاحكام يعني قصدك؟ يعني اللي بقوا ال 14 واحد انا يعني بالنسبة لي رجعت البيت يعني ورد ساعة تقريبا رجعت البيت وكان عندي لقاءات بشباب البيت والآخرين
تفرقني اكثر من تفرق وما تصور بقوا يعني.